السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء. إذا تسمة وتصحح عليك الدروس تمارين درس الأعداد الكسرية الجمع والطرح، سوف أقوم أنا وإياكم بتصحيح تسمة تصحيح تمارين 2 و3 صفحة 96 وتصحيح تمارين 4 و7 صفحة 97. نبدأ على بركة الله. قد قمنا بإنجاز هاتان العمليتان للجمع وعملية للطرح في الدرس سابقا، سأقوم أنا وإياكم بإنجاز تصحيح هاتين العمليتين. 6 + 2 = 7، 14 + 5 = 6، 12 + 5 - 2، و21 + 2 = 10. إذا نبدأ على بركة الله. 6 + 2 = 7 دائما في الجمع أقوم بتوحيد المقامات. 6 + 7 الكل 6 + 7 زائد 2 الكل على 7. 6 + 7 42 زائد 2 تساوي 44 على 7. سهل جدا. هنا في العملية الثانية 5 + 6 نقوم ب 5 + 6 لكي نوحد المقام. 5 + 6 الكل على 6 والنتيجة هي 14 زائد 6 + 5 الكل على 5. 6 + 5 30، 14 زائد 30 على 5 والنتيجة 44 على 5. 12 على 5 ناقص 2 دائما تحيد مقام 2 + 5 على 2. إذا 12 + 2 = 5 الكل على 2 تساوي 12 - 10 على 5 والنتيجة 2 على 5. أخيرا 21 على 2 - 10 دائما تحيد مقام. 10 + 2 الكل على 2. إذا 21 - 10 = 2 على 2. 10 + 2 = 20 21 - 20 على 2. 21 - 20 النتيجة 1 على 2. نمر إلى التمرين الموالي. أقوم وأدغم تعلمات. كما قلت لكم أكتشف الخطأ وأصححه. 5 + 1 = 5 تساوي 6 على 5. 7 على 2 زائد 2 تساوي 9 على 2. 2 على 3 + 1 = 1 تساوي 3 على 4. 12 + 11 = 2 تساوي 5 على 2. 4 + 3 + 1 تساوي 6 على 3. 7 + 4 - 1 = 2 تساوي 6 على 2. هذه العمليات كلها خاطئة. لماذا؟ أكتشف الخطأ. ما هو الخطأ؟ 5 + 1 = 5 + 1 يساوي 6 على 5. لم يقوموا بتوحيد المقامات في هذه العمليات كلها. إذا 7 + 2 = 9 خطأ. 2 + 1 قاموا بجمع البسط والمقام، خطأ رغم أن المقام مختلف وليس موحد. 12 - 11 قاموا بطرح 11 من 12 + 1 على 2 خطأ. 14 + 3 - 1 14 - 1 خطأ، يعني قاموا بطرح عدد صحيح بالعدد الكسري خطأ. 7 + 4 - 1 على 2 أيضا 7 + 1 = 6 و 4 - 2 = 2 والعملية إلى آخره. إذا نقوم أنا وإياكم بتصحيح هاتان العمليتان. هذه العمليات نبدأ على بركة 5 + 1 = 5 يجب أن نوحد المقام. 5 ضرب 5 دائما وأقسم على 5. إذا 5 + 5 + 1 5 + 5 + 1 تكون على 5 والنتيجة تصبح 25 + 1 = 5 ألا وهي 26 على 5. الوضع 6 على 5 26. 7 + 2 + 2 دائما تحيد المقام. 7 + 2 = 2 7 + 2 = 2 الكل على 2 هي 7 + 4 = 2 والنتيجة هي 11 على 2. 7 + 4 = 11 الكل على 2 هو 9 على 2. إذن العملية الأربعة الأخرى 2 على 3 + 1 = 1 لدينا عددين كسريين بمقام مختلف. نقوم بتوحيد المقام. ما هو 2 ضرب 1؟ 2 ضرب 1 + 1 = 3. 2 ضرب 1 + 1 = 3 الكل على 3 ضرب 1. 2 ضرب 1 = 2 و3 ضرب 1 = 3 3 الكل على 3 ضرب 1 = 3. 2 ضرب 3 = 5 على 3. 12 - 11 = 2 دائما الأساسي نمر في المقام ونقسم على نفس المقام. 12 ضرب 2 24. 12 ضرب 2 = 11 على 2 عفوا تساوي 24 - 11 على 2. 24 - 11 = 2 12 ضرب 2 = 24.
والنتيجة 24 ناقص 16 هي 13 على 14 على 3 ناقص 1 أيضا واحد المقام واحد ضرب 3 إذا تساوي 14 ناقص 1 ضرب 3 الكل على 3 إذا 14 ناقص 14 واحد ضرب 3 14 ناقص 3 الكل على 3 والنتيجة 10 على 3 وليس عفوا النتيجة 11 على 3 يعني 14 ناقص 3 7 14 ناقص 4 على 8 تساوي 10 على 8 وهذا للأسف أيضا ما بالاختزال ولكن لا داعي للاختزال نحتاج المطلوب منا فقط أن نكتشف الخطأ ونصحح الخطأ. الحصة الخامسة لها مقاسين ولاحظوا وكملوا 4 17 على 5 تساوي واحد عدد صحيح زائد كسر بسط على مقام 15 على 7 تساوي عدد صحيح زائد كسر على مقام و 17 على 5 ناقص 8 5 تساوي ما؟ 15 على 7 ناقص 5 تساوي هنا عدد صحيح طبيعي عدد سري لهذا المقام سهل جدا. إذا أقوم أنا وإياكم بإنجاز الأمثلة الأولى 17 على 5 تساوي عدد صحيح زائد عدد بسط زائد المقام. إذا أولا ألاحظ وأفكر في عملية القسمة أخرج دولة ديفيزيون اللي كنا ديجا خدمناها قسمة نلاحظ أن 17 تساوي ما؟ 17 تساوي 5 ضرب 3 زائد 2 5 ضرب 3 15 زائد 2 17 إذا 5 نقوم بوضع هذا الخارج الذي حصلنا عليه هنا لأن 3 15 مقسومة 15 17 عفوا يعني 3 ضرب 5 15 إذا 3 زائد 2 على 5 2 على 5 نشرح لكم أكثر هنا أذكر مثلا 15 تساوي 15 على 5 زائد 3 على 5 أقوم بالتفكير 15 على 5 زائد 2 على 5 و 15 على 5 هي 3 الجواب 3 زائد 2 على 5 مرحلة العملية الثانية 15 على 7 تساوي عدد صحيح زائد عدد كسري مقامه 7 دائما نفكر ايضا ب 7 15 تساوي 7 ضرب 2 زائد 1 15 هذه 15 تساوي 7 ضرب 2 زائد 1 7 ضرب 2 14 او اقوم بتفكيكها ايضا 15 تساوي 14 على 7 زائد 1 على 7 و 14 على 7 هي 2 الجواب هو 2 اذا نكتب 2 زائد 1 على 7 نتيجة نازل واحد على السبعة. أتمنى أنكم قد فهمتم هذه العمليات وهذه الطريقة لإيجازها. هذه العمليات سهلة جدا، لماذا؟ لأننا قمنا نفس المقام 17 على 5 ناقص 8 على 5 أقوم بإيجازها كالمثال 17 ناقص 8 على 5 والنتيجة هي 9 على 5 سهل جدا. بالنسبة للعملية الأخيرة 15 على 7 ناقص 5 على 7 دائما أطرح فقط البسط وأحسب إذا نفس المقام 15 ناقص 5 على 7 والنتيجة 10 على 7. إذا أطلب منكم أن تجهزوا التمارين 5 و 6 و 8 صفحة 97 هذه التمارين أكتبوا الرقم المناسب وسنصححوا الحساب الإجابة الخاطئة التالية لإستعمال الكمبيوتر و 8 يعني ثامنا هناك وضعية تقوم بإنجازها من فضلكم هذه التمارين